حصريا. كنت فين يا تانت؟ كنت فين يا تريم؟ حصريا. الست فهيمة محمد مرعي بدأت حياتها الفنية من الإذاعة. أنا مكسوفة يا مؤمن. واحد جوزك بيحب، اثنين هيتجوز عليك. يعني ما قلت ليش؟ عملت إيه بقى صاحبتك في موضوعها؟ كانوا بيجيبوها في الإذاعة هشوف الأدوار الرومانسية. يا ابني مش بس لما تشوفه يمكن ما يعجبهاش. البيت اللي مكويني أنا وأبوك هيتباع يا سي محمود. جت مرحلة اتقلها خلاص. عاد الشر عليك يا حبيبي، بس لازم بقى يا حمادة تطعم 60 مسكين عشان فطارك ده. تشاهدونه في الأوقات التالية.